عليكم خوتي خواتاتي تاع المغرب. هذا الفيديو موجه لكل المغاربة، سلطات المغرب وسيدنا جلالة الملك. هذه قصة تاع مغربية هي وبنتها معنفة وتشديت رهينة في زمن الحرب، في زمن القصف في مدينة كييف. بنتي عندها 6 سنين، أنا عندي 30 عام، تقريبا 12 سنة وأنا في أوكرانيا. قريت الميديسين دونتيغ، ساليت درت الاختصاص، تقريبا 5 سنوات تاع جراحة الوجه والفكين. باختصار، الزوج أنا ملي غادي يشتد الأمر في كييف، يعني في البداية كنا كنقولوا شي تخويفة وصافي، واتفقنا أن ملي غادي يبدا الحرب سيريو وداكشي غادي نطلعوا. كان هذا اتفاقنا، هذا هو اللي كان الاتفاق، لأنه هذا الحرب وهذا الشيء اللي كيديروا الناس، وخاتم اللي كتكون الحرب طلعوا قبل، النصيحة طلعوا قبل. شفت قلت الطلاب تيقولوا احنا جايين احنا ما جايينش، هذا انا ما محكرش على الموضوع، ولكن صافي راجل راه يخاف على مرسو وبنته، غتبدا الحرب راه غنخرجوا الحدود ومن تما نشوف في غنمشيو، ماشي مشكل. هذا التفكير ديالي. بدات الحرب، تصعدت الامور، قلت لي فلان اشنو غنديرو، قال لي عيط على خوك يجي في المدينه اللي هو فيها، يجي منها بعيده، يجي منها لكييف ونمشو كاملين. تمشوا كاملين، هو تيقول انا باقي ما غنطلعش، تمشوا كاملين. فعلا عيطت على خويا، قلت ليه صافي راه الحرب هادي، عتق راسك، عيط على طاكسي وشد الطريق. داكشي دار خويا. انا ملي دويت مع خويا قلت ليه شد الطريق للحدود، نتلاقاو تما نلحقوا انا، فهمتي؟ يعني ديك الساعه كان باقي الوقت كيفاش نديرو باش نطلعو. وهو يسمعني، هو يقول لي لا ما تقوليش خوك يمشي الحدود، قولي لي يجي كييف باش يديكم معاه. قلت لي داكور. جا خويا، انا خاصني ديما نكون نقول داكور ونكون متفقه، الا ما قلتش داكور كنتعنف، والعنف راكم عارفين انواع، عديت منه كله، العنف النفسي والعنف الجسدي والانواع الثانيه تاع العنف حتى هي، وكل شيء بالدلائل، على كل كلمه تنقول وعلى كل شيء كان شي تصريح تندير، عندي الدلائل، عندي كل شيء بالدلائل. المهم هذيك الفترات جا خويا اشتد القصف، وصل لكييف. انا خويا كتبت نصيفط للفيف ديريكت. جا خويا لكييف، بدا كيشتد سمي هذا القصف وداكشي سميتو، ولا كيصيفطنا السيد الملاجئ كيقول لنا نزلوا للملجا ملي بدا القصف. اخويا واقف باغي يزيد، ما فهمتش، تبعينه حتى خويا، حتى هو خويا صغير، حتى هو عنده 5 سنين، ما فهم، ما كيعرفش، ما تيفهمش. السيد كيصيفطنا للملاجئ، واحد شويه خويا قال لي اش هاد الشيء، قال لي حنا جينا من هنا سميتو باش نجلسو في الملاجئ، جمع حوايجو داكشي سميتو، وكاينين الناس وكاينين شهود اخرين، وكان على كل شيء، على كل شيء كاين شهود، جمع حوايجو داكشي. فاق مع الصباح، عيط على الطاكسي، كانوا باقي من الطاكسيات، شد الطاكسي انه غيمشي للتران، من التران غادي يمشي للحدود عندي في كييف، وانا كاينه في الدار. كان خاصني المفروض نمشي معاه، خويا مشى عند راجلي، غيمشوا معايا. راجلي سكت، قال اه، هو يعيط ليا راجلي للصاله، هو يخرج فيا عيني ويقول لي بغا تمشي والبنت والتكرفيس، وهاي دار فيها هكاك. تخلعت، قلت غنحصل انا وخويا، مشينا فيها. وانا مشيت عند خويا قلت له اش غديروا، سيتو نتوما انا موراكم. قلت ما يمكنش هذه الحرب، غيشدني هو ديما كيبغي يعذبني، وسميتو غنخرجوا غيخاف، وغنخرج انا وبنتي. انا ديما دايره في عقلي ان ما غنوصلش لشي كامل، وان ديما كاين تران وغادي يجلاء المدنيين، وسميتو هادشي الخوف اللي داروا لي، ما تخافوش، ما تبقاوش تخافوا من اليوم، ما تبقاوش تخافوا من اليوم. جاو دقوا عليا باش نمشي ناكل. المهم زيت راسي للسما، شفت الضرب، انا في ملجا وانا نضرب الفكر، عندي باسبوراتنا وعندنا وراقينا، بانوا لي غير الجيران، قلت لهم شوفوا انا راني باغا نمشي، راجلي اللي ما خلينيش نمشي، قلت لهم انا راني معنفه، راني كنخاف ندوي، راني هاد
عتقوني وعتقوا هاد البنيه عتقوني صافي هادشي. وبديت كنبكي، طلعت لهم تصاور تاع العنف، طلعت لهم تصاور تاع الاشياء اللي غادي ندلي بها وغادي نوريها، طلعت الدلائل اللي عندي وثبت ان انني في وضع ماساوي وكارثي في زمن الحرب. في زمن الحرب الجيران داروا شي خيالي، الجيران داروا لي بحال الحمايه الجسريه وداوني عند المدنيين المسلحين اللي كيحاربوا من اجل اوكرانيا. والمدنيين المسلحين دبروا في طنوبيل، ما كاينش طنوبيل كدور في كييف، دبروا في طنوبيل وداوني لواحد الملجا بعيد وخباوني لانه هو غيصبح الحال وغادي يقلب. المهم صباح الحال شي صباح وغادي يقلب عليا. باختصار هو كان محتاجني لسبب واحد، انه عنده ستوك تاع الفلوس وانه بغى يديرها لينا في ساكادو الى ترمطره، وكان دايرها لينا في ساكادو باش يستعملني انا ويستعمل بنتي يدوز بينا الفلوس. هادي اوكاو، هذا هو السبب للاستعمال. ونزيدكم واحد الصدمه ثانيه، نذكر علاش ملي تزوجت ملي تلاقيت به قال لي عرض لي الزواج، قال لي نديرو عقد المسجد. مشينا للمسجد درنا عقد نكاح شرعي لانه جنسيته عراقيه ما يقدرش يدخل المغرب، الوراق وانا عندي القرايه. من بعد ما عمركم تطيقوا فعلا داكشي اللي درت، تزوجت ولدت هاد البنيه، يعني حملت دغيا ولدت هاد البنيه. صافي من تما وانا صح انا تما وانا رهينه، ولكن هاد الحرب هي اللي خلاتني نوض، وهاد البنيه عرفتي البنيه والحرب ورهينه. الحمد لله معنا الله، ما كنخافش القصف، ما كنخافش نموتوا بالقذائف ولا مش حاجه، من كثر ما انني كنخاف انني نموت معلفه في واحد الشقه ومجهوله وتحت ما غير يعرفني انا شكون. قلت لك ملي تجوزني في العقد وسميتو دوزت مع 5 سنين، دارت بنتي تقريبا 5 سنين، غنكتشف ان السيد مجوج بوثيقه اصليه باوكرانيه وعنده ولد. صدق او لا تصدق، هادو غير لي ديتاي غير من هك من هنا من اليمين ومن اليسار. القصه طويله ولي ديتاي كتار وكل شيء موثوق وكل شيء مثبت. حاليا طلعونا الاوكران المسلحين وجابونا الملجا، وعيط على واحد الناس كنطيق فيهم، ما نقدرش ندلي بهم حاليا شكون، لانني بعدني مهدده بالخطر. حاليا كندوي معكم كيوصلوني رسائل تهديد كيوصلوني حاليا. طلعوني جابوني لواحد الملجا جديد، جابوني واحد الملجا زوين عندنا فيه كل شيء، حاميننا موفرين لنا كل شيء. قالوا المهم المسلحين اللي جابوني قالوا لي هذه امراه معنفه مع البيبي ديالها، كانت محتجزه، ما قصروش معايا ووعدوني انهم غيطلعوني من كييف لفوف، كيحاولوا يلقاو شي طريقه، راهم ما متخلينش عليا. وكنتمنى نلقى شي طريقه انني نوصل تقريبا على الحدود، ومن ثم ما عرفنا الى وصلنا ما عرفناش الرحله كيفاش غادي تكون. ما غاديش نعاود على المعاناه تاع اللجوء، عندي كلشي موثق، داك الشيء اللي دوزنا منه فين نعسنا واش وقع لينا، وتعرفتي تخرجي هربانه معاك غير الوثائق ديالك والحوايج اللي فوق منك وتغامري التغامره كلها. هذا دليل قوي انه انا وبنتي رهوفه، اننا بغينا نعيشو وبغينا نجاو من هاد الحرب، وبغينا نجاو من واحد النرجسي المتعجرف. هذا سيتان تيغ ميديكو سا اكزيست لو نارسيست بيرفير، ولكن كثير منه نجاو منه. تصوروا ان الناس كتهرب من القصف الروسي، كتهرب من بوتين، وانا هاربه من المعنف ديالي ومعايا الله، والمظلوم ديما كينتصر، المظلوم ديما كينتصر. وانا حتى لما وصلتش توصل غير رسالتي
توصل قصتي، وكاينين ناس عارفين القصة بلي ديتاي وبكل شيء. توصل رسالتي وقصتي. سكت 8 سنين ولكن اليوم ما غنسكتش، لانه هذه هي الحرب وناضت الموت الموت.